أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج جدل. تخوض حركة المقاومة الإسلامية حماس مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة مصرية، وكانت الحركة قد أقدمت على مثل هذه الخطوة في السابق، ولكن في إطار تبادل الأسرى مع الاحتلال. الحركة تقول إنها تتوخى إنهاء الحصار هذه المرة من وراء هذه المبادرة. يحدث هذا فيما تعارض السلطة الفلسطينية مثل هذه المفاوضات، وتقول حماس إن السلطة تعرقل محاولاتها التفاوض غير المباشر مع إسرائيل. نناقش هذه المبادرة مع ضيوفي هنا، السيدان محمد صوالحة ومحمد أمين، وهما يدعمان جهود حماس لإنهاء حصار غزة والوصول إلى اتفاق تهدئة. ومعي أيضا السيدان معتز غازي وعبد الحليم خير الله، وهما يعارضان المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس. يشاركني في النقاش الأكاديمي الدكتور عاطف الشاعر. أهلا بكم جميعا ضيوفي. أبدأ معك دكتور عاطف، بالنسبة للمفاوضات مع إسرائيل، من هي الجهة الفلسطينية المخولة التفاوض مع إسرائيل؟ الحقيقة هذا السؤال صعب، لأنه من ناحية من هي الجهة المخولة، هي عادة يعني تقليديا هي منظمة التحرير الفلسطينية، والتي برز يعني نتج عنها السلطة الفلسطينية لاحقا، وبدت المفاوضات من خلال إطار منظم يعني ليس بعد 91، يعني بعد اتفاق مدريد. ولكن الآن ليس هناك صلاحيات فعلية لمنظمة التحرير، يعني والفصيل الأكبر منظمة التحرير وهي فتح في غزة، وبالتالي وغزة في وضع يعني خاص، يعني وحماس هي المسيطرة على قطاع غزة، هي السلطة الفعلية في قطاع غزة، فبالتالي هي الآن في وضع يعني يؤهلها أن تفاوض لكي تخرج من المأزق، مأزق الحصار الذي هي فيه. وبالتالي ليست هناك يعني المعنى القانوني، يعني السلطة الفلسطينية يعني كمنظمة التحرير، كجسم من أجسام منظمة التحرير، فقدت صلاحيتها في قطاع غزة لكي تفاوض بالنيابة عن حماس، فهذه والتي هي في قطاع، والتي هي السلطة الفعلية. نعم. هذه هي المعضلة، يعني هذه المشكلة، أن هناك سلطتان، وهذه السلطات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كلاهما لهما يعني أيديولوجية خاصة ولهما أجندات خاصة، ولكن في قطاع غزة هناك وضع خاص ووضع الحصار، وهذا الوضع يتطلب أن يكون هناك جسم أو حركة، وفي هذه الحالة حركة حماس، التي ترفع يعني أو التي تفاوض أو التي تحاول أن تصل إلى حلول، خصوصا حلول عملية للحياة اليومية في قطاع غزة والتي نعم. تزداد حضرتك صعوبة. وضحت لنا الصورة والواقع الفلسطيني، ويمكن جاوبت على سؤال كان طرحه السيد دكتور عزام الأحمد، أنه من هو المسؤول عن هذه المفاوضات، وقال أنه منظمة التحرير، فأجابت بالتالي أنه أساسا منظمة التحرير لا تملك السلطة في غزة. سيد محمد صوالحة الباحث السياسي، محمد أمين الكاتب والإعلامي الفلسطيني، أهلا بكما. أهلا بك. سيد محمد، ماذا يجري مع حماس؟ يعني بدءا من الوثيقة، وثيقة عام 2017 حتى الآن، حديث عن مفاوضات، لا نعرف ما ماهية هذه المفاوضات حقيقة، هل هي مفاوضات سياسية حول مشروع فلسطيني أم مفاوضات لتسيير أمور الناس في قطاع غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن الموضوع ليس خافيا حتى نقول أنه ليس، يعني الناس لا تعرف، لا بالعكس، ما يجري واضح. حماس تضع كل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في الصورة، ومصر والأمم المتحدة عبر ميلادينوف وكل الأطراف تعرف ما الذي يجري. نعم. الذي يجري باختصار شديد هو عبارة عن مفاوضات غير مباشرة اضطرارية تريد فيها حركة حماس أن ترفع أو تخفف هذا الحصار القاتل على شعب غزة، ليس لها بعد سياسي، ليس المقصود فيها إجراء مفاوضات سابقة يعني حول لب القضية الفلسطينية. نعم.
كما تفضلتم في البداية حصل هذا في قضية تبادل الأسرى، لم يكن أحد من الفصائل الفلسطينية يعارض فكرة المفاوضات غير المباشرة من أجل تحرير الأسرى، ونحن جميعا نعلم أنه في مقابل شريط خرج من كل الفصائل الفلسطينية ما يقارب 1100 أسير فلسطيني، ونحن نتوقع أن يحصل ذلك أيضا قريبا. إذن الفكرة الأساسية هي ليست قضية التفاوض، حماس ليست معنية في الأصل في قضية التفاوض من حيث المبدأ، حماس معنية بأن تكون حياة الناس في قطاع غزة معقولة، لأن الناس صبرت إلى ما يقارب حوالي 12 سنة، وقطاع غزة يخضع لحصار ثنائي، الحصار الأول من إسرائيل والحصار الثاني للأسف من السلطة الفلسطينية. ولو أن السلطة الفلسطينية يعني رفعت حصارها على الأقل لكان بإمكان أهل قطاع غزة أن يعيشوا عيشا كريما، ولكن هناك أي حاجة لإجراء مثل هكذا مفاوضات. أما فيما يتعلق بموضوع الوثيقة الذي تفضلت به، حديث عن الوثيقة التي أعلنتها حماس في 2017، أنا أعتقد الوثيقة في غاية الوضوح ويمكن قراءة أجزاء منها. هذه الوثيقة تؤكد تأكيدا مطلقا على أنه لا يمكن التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين وتحت أي ظرف من الظروف، ولكنها قالت وبما لا يمكن أن يكون تنازلا عن أي جزء من أرض فلسطين والاعترافا بإسرائيل، يمكن أن يكون هناك قبول ببرنامج أرض يعني دولة فلسطينية على حدود 67 مع دولة كاملة السيادة مع عودة اللاجئين كبرنامج توافقي فلسطيني. يعني هذه ليست قناعة الحركة، ومع ذلك تؤكد الحركة في هذا في الفقرة رقم 20 في الوثيقة، تؤكد الحركة أنه لا يمكن التنازل تحت أي ظرف من الظروف عن أي جزء من أرض فلسطين. فبالتالي أنا أعتقد أن القضية واضحة، محاولة أحيانا إظهار أن هذا الذي يجري هو في الحقيقة يعني تنازل أو تفاوض سياسي، والحركة حركة حماس رفضته رفضا مطلقا وعدة مرات. وللأسف أنا بقول أنه الذي يتحدث عن هذا الموضوع وبهذا الشكل هو السلطة الفلسطينية الغارقة منذ ما يزيد على 25 سنة في موضوع التفاوض وفي موضوع التنسيق الأمني. وبالتالي القضية في معظمها هي قضية دعوني أسميها مناكفات حزبية أكثر منها قناعة. وأنا الآن عندما أسمع لعزام الأحمد أو لصابع ريقات وهو يتحدث عن أنه لا يجوز أن يعني تعمل حركة حماس أو تقوم بمفاوضات، أولا هو المطروح ليس مفاوضات، هي نوع من كما قلت هي مفاوضات غير مباشرة من خلال المصريين، وهذا الكلام معروف وواضح. فأنا أعتقد أنه هي القضية هي قضية مناكفات. إذا أرادت السلطة الفلسطينية بوضوح وببساطة أن تحل المشكلة لترفع حصارها عن قطاع غزة. نعم سيد محمد أرجع لك، ولكن خلينا نسمع وجهة النظر الأخرى. السيد عبد الحليم خير الله المحامي والناشط السياسي، وسيد معتز غازي الناشط السياسي. أستاذ عبد الحليم، ما قاله أستاذ محمد منطقي ويعكس واقع ما يجري في قطاع، يعني القطاع تحت حصار والسلطة الفلسطينية لا تريد إنهاء أو إنهاء هذا الخلاف مع حركة حماس، وبالتالي هذا هو المتوفر ممكن أن تقدم، لأنه هي مسؤولية حماس إنه إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة مقابل عدم تقديم تنازل سياسي. كيف ترى الوضع؟ أنا اللي بخاف منه إنه الموضوع اللي أحكى إنه أنا أوافقه، ولكن إذا بتتذكري كيف كان السلام مع السلطة الفلسطينية والترتيبات إنه بدنا نغير الوضع في الضفة والمعيشة في الضفة وكان الوضع صعب، هسه إنه عندنا 40,000 شرطي فلسطيني كلهم بيشتغلوا في الترتيب العسكري بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية. الخوف إنه أنا أؤمن إنه الوضع الناس ناسين الوضع الشعب الفلسطيني في غزة، الوضع صعب جدا. يعني أي بني آدم بتطلع على الوضع في غزة لازم يبكي. فإحنا الشعب الفلسطيني القيادات نفسها هي في مواقف صعبة، ولكن التوقيت ضدنا لأنه في صفقة القرن وفي تحركات في إسرائيل. اللي انت حكيته أنه في إسرائيل صار عندهم عطف على الشعب الفلسطيني، لا في إسرائيل لا أنا ما قلت هيك، لا أنه في التغيير التيار خوفا من الانفجار ليس عطفا. انا مش لا تعطف على الشعب الفلسطيني. القياده الاسرائيليه السياسيه كلهم متوحشين قطعا بدهم يدخلوا على غزه. القياده العسكريه الجنرالات
ما بدهم يشدوا على قلته وبدهم يشدوا على غزة، ولكن اللي احنا بنخاف منه انه احنا مع يعني صعب الواحد ينتقد هسه حماس انتقاد، لانه احنا ما بنعرف الاتفاقية، هذه الاتفاقية هل هي هدنة ولا هي هذه الخطوة الاولى الهدنة؟ وبعدين زي ما في السلطة الفلسطينية والمحادثات اجت اوسلو، بجوز تيجي ستوكهولم هذا الدور، ولكن انا بتمنى انها بس هدنة، لانه الهدنة ولكن مقابل هذه الهدنة لازم يجينا نتائج كثير في اقرب وقت، لانه هذه الهدنة بتخاف انها تصير تخدير، يعني انه الجبهة، لانه الاسرائيليين مش هم شفقانين على الناس اللي في غزة، كمان اليهود، يعني نتنياهو مستحيل يقعد على الطاولة ووافق على الهدنة إلا لأنه عنده ضغوطات على الجبهة الجنوبية شو صاير في البلاد. أنا كنت في فلسطين قبل يومين ثلاث، أختي أصحاب لأختي دكتور بيشتغلوا هناك في جدروت وبيشتغلوا في راهط، 90% من المرضى الإسرائيليين اللي بيجوا على العيادات جايين يأخذوا أدوية بس نفسية. فكمان إحنا ما ننزل من قيمة المقاومة في غزة، ولكن أجا وقت على الشعب الفلسطيني أنا حسب رأيي أنه بدنا قيادات جديدة، بدنا روح جديدة، كان في السلطة الفلسطينية، كان في فتح، كان في حماس، ولكن أي اتفاق لو بده تتفق حماس مع إسرائيل ما حيكون ينفذ، لأنه الجهاد الإسلامي ما حيوافق، الجبهة الشعبية ما حتوافق، الديمقراطية. لكن أشرت لنقطة مهمة كمان مسؤولين بفتح أشاروا إليها، توقيت هذه المحادثات، والبعض يعتقد أنها مرتبطة أو ممكن أنه تسهل تمرير صفقة القرن. أستاذ محمد كيف؟ كيف أنه التوقيت كمان أنه في ضغوطات، إحنا لازم ممنوع نتجاهل أنه حماس كمان مضغوطة، يعني حماس أنه كمان عندها ضغوطات محتمل من إيران، لأنه ترامب حط إحدى الشروطات أنه إذا إيران بدها تيجي على الساحة الدولية لازم توقف دعمها لحماس. محتمل، لا احنا بنعرفش شو، لا بس فكر الوضع حماس على لا هو حماس الوضع يعني احتمال احنا ممكن احتمال احنا نتحدث الان عن التوقيت، يعني هو مين اللي اختار هذا التوقيت؟ ولا احد يختار التوقيت، ولا يوجد يعني فرص في القضية الفلسطينية متاحة حتى يتم استغلالها، لكن الاسرائيلي والامريكي، اسرائيل اليوم لديها ادارة امريكية متصهينة، ادارة امريكية مجنونة، ادارة امريكية تعبر عن دعم مباشر للاجندة الاسرائيلية. إسرائيل اليوم هي تستغل اللحظة هذه لماذا؟ من أجل أن تمضي في مشروع تهويد فلسطين، إقامة الدولة اليهودية، وأنت عندك القدس من قضايا الحل النهائي أخرجها ترامب بقرار صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية، هذه أهم عقدة في المفاوضات، وعندك قرار القومية اليهودية وتحويل إسرائيل كدولة يهودية. اللي أنا بدي أقوله أن إحنا اليوم يجب أن لا يكون هذا النقاش، أنا في عندي اختلاف منهجي مع اللي تفضل فيه الدكتور في البداية، نحن لا نجلس اليوم لنقول من الطرف الفلسطيني الذي يحق له أن يتفاوض مع إسرائيل، لأنه أصلاً هذه المفاوضات مع إسرائيل هي تعبير عن انتكاسة المشروع الفلسطيني. نحن اليوم نجلس لنقول أنه كيف يمكن إدارة المشروع الوطني الفلسطيني في ظل هذه الانقسامات، بمعنى عندما نقول أن المنظمة التحرير هي المسؤولة عن التفاوض مع إسرائيل، نريد أن نسأل المنظمة التحرير لماذا حتى هذه اللحظة يتم إعاقة المصالحة الفلسطينية؟ إحنا نفضل أن نبدأ في البداية في المصالحة الفلسطينية، في صياغة مشروع وطني فلسطيني، وفي انتخاب قيادات تمثل الشعب الفلسطيني، ثم نذهب لنتحدث عن ما هي شكل المقاربة مع إسرائيل، هل هو التفاوض ما زال منه جدوى أم العمل المسلح؟ لدينا أزمة اليوم، نحن مشروع التسوية، إحنا اليوم قبل ثلاثة أيام كان 25 سنة على أوسلو، لم ينتظر الشعب الفلسطيني كمان 25 سنة حتى يتأكد أنه ارتكب خطيئة وكارثة في 13 سبتمبر عام 1993. ليش؟ لأنه من ارتكب هذه الخطيئة هو ما زال اليوم يدير القرار الفلسطيني. فأنا لا أستطيع اليوم أني أروح أتحدث وكأن منظمة التحرير هي حريصة على القضية الفلسطينية، لا أريد في نفس الوقت هي تحاصر الشعب الفلسطيني. لا أريد وكما تفضل أستاذ محمد، من يحاصر قطاع غزة؟ إسرائيل والسلطة الفلسطينية. إذن أنت كيف؟ أنا لا أختلف مع الوصف الذي تفضلت فيه، هذا وصف يعني في نوع من الاتفاق، ربما ليس على كل التفاصيل وكل شيء، ولكن يعني بشكل عام أنا أتفق مع ما حكيت. ولكن السؤال كان من هي المخولة؟ أنا من عندما تحدثت من نظرة تاريخية، يعني وصف يعني ماذا حدث، ليس ما الذي أريد وما
أرغب به وما ومن هي منظمة التحرير؟ يعني أنا التفاوض ليس هو زيارة الشعب الفلسطيني. أنا أتفق، ولكن ما معنى كلمة التفاوض؟ يعني أنا أوافق مع الأستاذ هنا الأخ أن هناك مشكلة في غزة وهي مشكلة الحصار، وهذا الحصار هناك أطراف متعددة مشاركة فيه بدرجات متفاوتة، يعني يجب صحيح. أن نكون يعني أكثر دقة بالموضوع، ولكن الآن هناك الأزمة، هذه والأزمة تريد يعني بحاجة إلى من يحاول تخفيفها على الأقل على القطاع. والآن دكتور أيضا اللي يجري الآن بين حركة حماس وبين الاحتلال الإسرائيلي هو ليس مفاوضات سياسية، بمعنى لجنة تفاوض على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هذه نقطة منهجية. رقم اثنين، ما يجري هو استكمال اتفاق التهدئة اللي تم في 2014 برعاية مصرية، وفي ذلك الوقت أيضا لم تكن السلطة الفلسطينية جزءا منه، بمعنى تضخيم الأمور بهذه الطريقة. أنا أعتقد أنه هو يعني يأخذنا باتجاه مغالطة. رقم ثلاثة، أنه اليوم ما يجري من تفاوض، إسرائيل اليوم هي لديها قيادة إسرائيلية فاسدة، السيد نتنياهو عنده 90 قضية مرفوعة عليه، وكل أسبوع والثاني هو يذهب إلى المحاكم، وآخرها اتهام زوجته بقضية فساد العلاقة بتعيين مستشار في الحكومة الإسرائيلية. إذن إسرائيل اليوم هي لديها مأزق، أن هي خلال ثلاث حروب سابقة لم تستطيع أن تنهي الوضع القائم في قطاع غزة، لديها في الداخل الإسرائيلي أزمة قيادة وأزمة في المشروع الصهيوني نفسه، لكنها اليوم هي التي تلتقط الفرصة، هي تريد أن تستغل هذه الظروف من أجل فرض ما يسمى صفقة القرن. وأنا أقول اليوم أنه لا يوجد صفقة بمعنى بنود مكتوبة، لكن هناك مشروع لتصفية القضية الفلسطينية تحاول إسرائيل أن تستفيد هذه اللحظة من أجل فرضه. لكن الطرف الآخر اللي هو حركة مقاومة الإسلامية في قطاع غزة، هناك وضع إنساني صعب ومعقد، والأمور خرجت عن السيطرة، ولا يستطيع أحد أن يتجاهل أن هناك أكثر من 60 أو 70% من الشباب في قطاع غزة هم عاطلين عن العمل. نريد حل الوضع الإنساني. ما هو الحل؟ الحل هو الذهاب نحو مصالحة، هذه المصالحة معطلة. ما الخطوة الأخرى؟ الخطوة الأخرى بحث عن تهدئة ومحاولة لفتح الحصار أو رفع الحصار. إذن هو استكمال لاتفاق التهدئة عام 2014، ولا يجب أنه نحن نضخم الأمور أكثر من ذلك، لأنه إذا نريد أن ندقق في الوثيقة المحاولة البنود ذلك. البنود هي اتفاق 2014 اللي هو بعد حرب 2014، واللي هو كان رفع الحصار، فتح المعابر، توسيع مساحة الصيد، وهذا ما يستكمل اليوم في التفاوض بين حماس وبين الاحتلال الإسرائيلي. وكان أيضا في ذلك الوقت الطرف المصري هو الراعي. إذن لا يوجد شيء جديد، لكن نحن لا نريد أن نتوه داخليا فلسطينيا في تبادل الاتهامات، ونتحدث عن مشروع المفاوضات ومن يمثل الشعب الفلسطيني في التفاوض، ولا نتحدث عن الأس المشكلة، أنه اليوم على رأس السلطة الفلسطينية والمنظمة رئيس فلسطيني هو عقبة في من عقبات إتمام المصالحة. وهناك أكثر من يعني دليل على أنه 11 أو 16 جولة مصالحة انتهت إلى شيء، لأنه في 2007 هناك حدث انقسام في قطاع غزة، وانتهى بحسم عسكري أو حركة فتح تسميه الانقلاب العسكري، وقيادة السلطة الفلسطينية وتحديدا شخص الرئيس محمود عباس هو لا يستطيع أن ينسى تلك اللحظة، وهو يرهن كل قراراته فيما يتعلق بقطاع غزة بما جرى في 2007. وأيضا هو لا يدرك، أنهيت، لكن لا يدرك أنه اليوم المستهدف هو الضفة وغزة، واليوم إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن هو استهداف وتصفية لكل ما يمثل القضية الفلسطينية. إذن المستهدف ليس فقط حماس في قطاع غزة، حماس شو؟ قطاع غزة 2% من مساحة الأرض الفلسطينية. المطلوب هو تصفية القضية الفلسطينية عبر تصفية حق العودة، تصفية القدس، تصفية أي تمثيل شرعي كان في لحظة من اللحظات للقضية الفلسطينية. والمنظمة ما زالت هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، لكن يجب أن يتم إصلاحها فلسطينيا داخليا، لأنه لا يوجد لدينا بديل في هذه اللحظة إلا التوافق الفلسطيني. معتز، هي النقطة مهمة جدا. يعني نحن عم نضخم الأمور، ما عم نحكي عن مفاوضات سياسية أو مفاوضات على مشروع سياسي، إنما على تسيير أمور الناس في قطاع غزة، ليس أكثر من ذلك. يعني لماذا تعارضون؟ الحقيقة أنا مبدئي من ناحية معارض المفاوضات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو سرية حتى مع الاحتلال الإسرائيلي، هي من ناحية مبدئية، لأنه لدينا تجارب سابقة مررنا فيها كمنظمة، كسلطة، كفصائل، أثبتت أن الاحتلال الإسرائيلي يفاوض من أجل أن يفاوض ويفاوض وحتى يراوغ ويكسب الوقت مع الأطراف الفلسطينية بشتى أنواعها، سواء كانت في الداخل ولا في الخارج. قبل اتفاقية أوسلو عام 93 حاولت حكومات الاحتلال الإسرائيلي التفاوض في الداخل وليست مع قيادة منظمة التحرير في الخارج، وأن تضغط مع الداخل بحيث تجر منظمة التحرير
إلى اتفاقية مع إسرائيل تكون إسرائيل هي فيها الكاسب النهائي الأول والنهائي في المحصلة. المشكلة أنه المفاوضات لدينا تجارب عملية، مفاوضات أوسلو حتى وإن كانت هي أوسلو بدأت وليست بمفاوضات مباشرة، بدأت بمفاوضات سرية في البداية، بدأت مفاوضات سياسية، نعم مفاوضات سياسية، ولكن عبر أطراف، ولكن كانت عبر أطراف ليست مباشرة، كانت في البداية هناك مباحثات تجري في وضع الحياة في الضفة الغربية، نفس السيناريو اللي موجود هسه تحت عنوان هو إنهاء صراع العرب الإسرائيلي. كان أي مفاوضات ما حتجيب أي شيء، ولكن إذا الاتفاقية هدنة لمدة قصيرة، إذا كانت حتنفع نتنياهو والسياسة الإسرائيلية، معناته إحنا في مأزق ثاني. ولكن أنا ما بشكك في نية حماس شو الهدف، لأنه إحنا كلنا قاعدين هنا بنحكي في الموضوع وكبرنا الموضوع أنه هي محتمل تكون هدنة زي ما كانت المقايضة تبعت الجنود يعني. ولكن هل في خطوة ثانية والثالثة هو الخوف ورابعة؟ من التبعات، هذا الواحد بيخاف يعني منه في المدى البعيد. هناك قول إنها اتفاقية لعشر سنين، عشر سنين تكبير، وكأنه حماس فجأة تحولت لفتح وسلمت سلاح، والآن نتكلم عن مرحلة خليه يخلص بس معتز في الحقيقة. دعنا نكون جميعا نحن هنا متفقين على أنه يعني أنا لا يدعني الشك مجال في جميع سواء الإخوة مع أو ضد أنه من ناحية مبدأ الكل متفهم أن المفاوضات هذه مفاوضات حماسية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال، لأنه هذا الاحتلال لا يقتنع بدفع الثمن، ثمن اللي هو حق الشعب الفلسطيني على الأقل في تحقيق مصيره وتحرير أرضه وسعادة كامل حقوقه. واضح أنه هذا احتلال تجارب عبر الزمن، نحن لدينا 70 عام من المواجهة مع هذا الاحتلال، واضح ممارسات على الأرض هي مزيد من دعنا من منذ بداية اتفاق أوسلو إلى الآن. هناك قبل اتفاق أوسلو لم تكن المستوطنات بهذا الحجم تمتلئ الضفة الغربية، الآن تزداد وفي ظل عملية سلمية أو مفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. أيضا إسرائيل الآن على الأرض ما زالت تمارس أعمال الانتهاك والبلطجة والعربدة والانتهاكات سواء في المسجد الأقصى أو في بناء المستوطنات الجديدة والوحدات الاستيطانية الجديدة وابتلاع الأرض الفلسطينية، نعم، وإقامة الحواجز، وأيضا في الإمعان في حصار قطاع غزة. ونحن كنا مجمعين متفقين أن هناك في قطاع غزة حالة مريرة وفي الحقيقة يعني وضع مأساوي. نعم هناك ضغوط على حماس والفصائل الفلسطينية. طيب كيف حل هذا الوضع المأساوي؟ يعني حل دولي، حل دولي، لا يخفى، لا يخفى علينا أن هناك تشرذم في الواقع الفلسطيني، انقسام مرير، وهناك مناكفات وتجاذبات، وكلا الطرفين يحمل الآخر المسؤولية عن صفقة القرن. نعم. وأنا أشعر أن كلا الطرفين من حيث يدروا أو لا يدرون أنهم مشاركون بشكل أو بآخر في صفقة القرن، وأنهم مفعول به وليست فاعل. نعم. في صنع القرار الفلسطيني. طيب. الحقيقة أستاذ محمد، تعليقك على اللي قاله معتز أستاذ عبد الحليم، كمان في موضوع نائب المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، يعني كان كلام غير مفهوم والحقيقة أول مرة بنسمعه، يعني قال أنه ممكن الحركة تضطر تخوض مفاوضات مباشرة مع إسرائيل إذا بقي الوضع على حاله في غزة. أنا فقط أريد في البداية أن يعني أؤكد ما يلي. هذا الذي يجري ليس له علاقة بأي أثمان سياسي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المتخوفين أنا أقول لهم طبعا من حق الجميع أن يتخوف، من حق كل الشعب الفلسطيني أن لا يلدغ مرة ثانية كما لدغ في أوسلو. لا نريد، لا أحد يريد أن يكرر اتفاق أوسلو، وأنا أعتقد أن حماس أبعد ما تكون عن أن تفكر أن يكون أي شخص فيها يمكن أن يفكر بهذا الاتجاه. حماس إلى اليوم حتى عندما تجري هذه مثل هذه الاتصالات أو المفاوضات، إذا بدنا نسميها مفاوضات، تجري تحت النار، بمعنى آخر لم يتوقف للحظة واحدة موضوع المقاومة، لم تتوقف للحظة واحدة. وأمس كان يعني أول أمس الجمعة كانت المسيرات ما تزال مستمرة والشهداء يسقطون والجرحى كذلك. بالتالي يعني ليس هناك نوع من تغيير الاتجاه وتغيير البوصلة، هذا مش موجود. الأمر الآخر، حماس حركة يعني مؤسسية، لا تخرج هكذا كما حصل مع منظمة التحرير. للأسف أنا أقول كانت تجربة يعني غير إيجابية.
أنه شخص معين يمكن أن يأخذ الحركة من هذا الاتجاه إلى ذلك الاتجاه. هذا الكلام غير وارد، مش موجود، وبالتالي التخوف من المستقبل أنا أعتقد أنه هذا الكلام مش في محله، وإن كان مشروع، بمعنى أنه من حق الجميع أن يتخوف من المستقبل. أنا أقبل من يمارسون النضال والمقاومة يوميا أن يتخوفوا ولا يقبلوا ويرفضوا، ولكن الشيء الغريب أنه الذين يمارسون التنسيق الأمني اليومي هم أكثر الناس، والذين يحاصرون غزة هم أكثر الناس هجوما. هذا الكلام غير يعني غير منسجم. بمعنى آخر، إذا لو كان عزام الأحمد أو صابع عرقات أو غيره يحمل الرشاش على كتفه ونازل بيشتغل، أنا بقبل هذا الكلام منه. لكن واقع الحال أن هذا الحكي غير موجود. بالتالي التخويف من صفقة القرن، أنا أريد أن أقول كلمتين في موضوع صفقة القرن. صفقة القرن لن تخرج أمريكا غدا لتقول هذه صفقة القرن، بنودها 1 2 3 4 10. صفقة القرن ماشي من فترة طويلة، بمعنى تصفية القضية الفلسطينية، شطب القدس عن يعني طاولة المفاوضات، هذا جزء أساسي، إسقاط قضية اللاجئين وحق العودة هذا شيء أساسي، الحدود هذا شيء أساسي. طب السؤال هو من الذي شطب كل هذه القضايا؟ أوسلو التي شطبت هذه القضايا، أوسلو هي التي أخرت موضوع الدولة، أوسلو هي التي تنازلت في موضوع القدس، أوسلو هي التي تنازلت. قد لا يكون الكلام بشكل واضح وصريح، لكن الفكرة الأساسية كانت تأجيل كل هذا الكلام إلى النهاية. نعم. الشروط الإسرائيلية من البداية كانت على قيادة منظمة التحرير في ذلك الوقت، لا حديث في موضوع اللاجئين ولا حديث في موضوع القدس نهائيا، ووافقت المنظمة ودخلت المفاوضة، وهي تدري ما الذي يحصل. الذي حصل بعد ذلك أن أبو عمار رحمه الله أدرك أنه وقع في خديعة كبرى، فحاول أن يغير، تم عزله في المقاطعة. نعم. وثم بعد ذلك تم قتله. من الذي عزله؟ زملاء الذين عزلوه الموجودين الآن، مش حماس اللي عزلته. الوحيد اللي كان يتصل فيه في ذلك الوقت من هو كان خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس. أقصد أنا مرة أخرى، التخوفات كلها هذه مقبولة من الإنسان الفلسطيني الحريص على العدل، ولكن عندما يتم استخدامها كنوع من المناكفات السياسية، هذا ليس جيدا. أنا أقول قناعتي، أنا أعتقد أن هدنة، والمطروح ليس هدنة بالمناسبة، لا 5 سنوات ولا 10 سنوات ولا 20 سنة، ليس مطروحا إطلاقا. هذا الذي سيحصل هو ما يلي. الذي سيحصل أن إسرائيل خوفا من الانفجار، ليس حرصا على غزة، سوف تعمل على تخفيف يعني الحصار هذا الموجود من خلال فتح المعابر، من خلال مساحة الصيد أو غيره، تخفيفها يعني. ولكن لن يحصل كما قلت اتفاق معلن من هذا الطرف. وأنا حقيقة أنا أعتقد أن هذا الذي سيحصل، وأتمنى أن لا يكون هناك اتفاق. سنتابع بعد الفاصل أستاذ معتز ومجاوبتنا على تصريحات موسى أبو مرزوق، ولكن بعد الفاصل. نعم. بعد الفاصل ماشي. نعود بعد الفاصل لاستكمال نقاشنا حول المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل. تابعونا. اهلا بكم من جديد. معتز تفضل عندك تعليق. يعني في الحقيقه لدي مداخله على الاستاذ محمد في انا استكمال الحديث، ولكن لدي هناك تعليق بسيط. يعني هو الحقيقه نعم، هناك لدينا تجارب حتى بمفهوم الهدنه كهدنه، لدينا تقريبا 3 حروب وثلاث هدن، وحتى هناك في الاسابيع الماضيه والاشهر الماضيه حدثت عده اشتباكات وتم رهبه بعده هدن يعني متلاحقه، ويعني غير اتفاق غير معلن على اساس انه يستكمل اتفاق الهدنه ل 2014. لكن في الحقيقة أيضا هذا لم يجد بمفهومه كهدنة، لم يجد حل التخفيف أصلا من الوضع المفروض أو الحصار المفروض الجائر على الناس في قطاع غزة. بالعكس، هي عملية واضحة من جانب الاحتلال الإسرائيلي للمراوغة ولكسب الوقت ولإبقاء الحالة كما هي. يعني لا حلول، لا يعني حتى لو هذا شيء معروف. يعني نعم، نحن لا هذا الكلام تفضل فيه صحيح، ومعناه أن المقاومة الفلسطينية لا تتنازل ولا تغير. نعم. والمعركة بين الاحتلال والمقاومة مفتوحة. نعم مفتوحة، ولكن أنت الآن تعاني من اضطرابات، أو نقول هناك يعني قرب انفجار أو ضجر اجتماعي مجتمعي. صحيح. نعم، نحن نؤكد في هناك حاليا موجود على الأرض هذا هو الخوف، حراك سلمي
بالعكس انا اعتبره ناجح وناجح وقد ممكن يحقق اذا لا وجد. هذا هو الخوف احدى السياسيين الاسرائيليين اذا سمحت تفضل. اليوم امبارح يعني كثير المعلقين الاسرائيليين خايفين انه بقول لك الحدود مع غزة نقدر نحتويها لأنه فيش مستعمرات في غزة، فيش مصالح استراتيجية جوا غزة، ولكن هم متخوفين إذا صار تخدير للجبهة في غزة حتطلع انتفاضة جديدة من حماس ومن الشباب الفلسطيني في الضفة، في كل الضفة، وهذه هم يخافوا منها أكثر. ولذلك نتنياهو عليه ضغوطات إنه ما يمضي بكرة في الاجتماع لأنه أو اليوم في الاجتماع إنه ما يمضي لأنه بيخافوا إنه لأنه الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية منفجر أكثر سياسيا وإنسا واجتماعيا محتمل بس في غزة. عفوا ما يمضي بالاجتماع شو بده يمضي؟ ما يمضي على الهدنة وصلت لحتى انه يباطل قد ما يمكن لانه يعني هل تبلورت البنود الاهليه؟ بدهم ياخذوا معلومات من الشباك شو الوضع في الضفه بيقدروا شو حيصير يعني النتائج، لانه كمان محتمل لكن محتمل حماس في فيها انفصال المفاوضات في مصر متوقفه من فتره طويله. طبعا لماذا؟ طبعا. ببساطه لانها السلطه الفلسطينيه وقفتها، ليس حطتها احدى شروطات المصالحه انه توقفوا المفاوضات. انا لا اعتقد كمان السلطه بس استكمال استاذ الحليم ان السلطه الفلسطينيه هددت اسرائيل بانه لو انتم ذهبتوا باتفاق منفرد مع حماس راح نوقف التنسيق الامني. الان هي الان صفقه القرن هي المخاوف تاتي من الضفه الغربيه مش من قطاع غزه. اسرائيل هي مش خايفه لانه المستعمرات موجوده، الموتور ويز مبنيه، طلع انت ولكن استمرار الضفه بهذه الطريقه اليوم كل المصانع الاسرائيليه نصها نكلوها في الضفه. اكبر مصانع افضل وصفه مستعمره اريال كانت 10,000 اليوم 50,000 افضل اليوم وصفه فيها جامعات فالحياه تبعت فقلت على الضفه. بس استاذ محمد انا عم بتشير الى انه كانه السلطه الفلسطينيه بتمتلك القدره انه تضغط على مصر وحتى على اسرائيل او تمتلك الاراده. ان انت اليوم الرئيس الفلسطيني هو قطع اتصالات مع واشنطن، كان الاولى من هذا هو يوقف التنسيق الامني ويخضع التنسيق الامني مع اسرائيل اذا هو رافض حقيقي لصفقه القرن. انا بدي اقول انه اليوم لو استمر حاله الانقسام الفلسطيني وحاله تخدير لقطاع غزه كل ما يعيق صفقة القرن هو موجود في الضفة مش في قطاع غزة. بالضبط. في الضفة الغربية. لأنه بكرة إحنا لو تم تهويد ما تبقى من الضفة واليوم بارح في موافقة على 70 مشروع جديد استيطاني في الضفة وتم استكمال مشروع القومية اليهودية وتم استكمال اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، هي هذه الصفقة تطبق وإحنا ما زلنا نتناقش في كيفية منعها. صفقة القرن هي ليست صفقة قائمة على بنود، هي صفقة تصفية القضية الفلسطينية. نعم. ويمنح مزيد من الوقت لإسرائيل لإتمام هذه الصفقة، واللي بيعجل بصفقة القرن هو إصرار أطراف فلسطينية على استمرار حالة الانقسام. لكن أنا بقول إنه مشروع نظل خايفين ونظل نحذر من أن تعيد حماس تجربة فتح، لكن مع 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 التحذير المستمر بأنه إحنا نحتاج إلى مشروع وطني فلسطيني. طيب خلينا نأخذ سؤال من الجمهور. يعطيك العافية اسمي خالد. حماس تقول أنها تريد إنهاء الحصار على غزة دون أي تنازل سياسي، كيف لحماس أن تحصل على أهدافها دون أي تنازل؟ ببساطة لأن يعني عندما تملك أنت أوراق أنت يمكن أن تلعب بهذه الأوراق، بمعنى الحديث الآن في قضية المفاوضات يجري حول نقطتين أساسيتين يمكن أن تقدمها حماس ولم تقدمها حتى الآن. القضية الأولى هي الطائرات الورقية وما تسببه من حرائق، والنقطة الأخرى هي دخول الشباب إلى الطرف الآخر من الحدود إلى داخل فلسطين. هذا فقط ما تريد إسرائيل. هذا ما تريد إسرائيل فقط. هذا فقط، هذا المطروح فقط، وليس هناك أي حديث آخر عن أي أثمان سياسية. ومع ذلك الأمس كان هناك طائرات ورقية، وأمس كان هناك في وصول إلى الحدود، وأمس كان في شهداء، وأمس كان في جرحى. بمعنى آخر إنه محاولة تسييس هذا الذي يجري، أنا أظن إنه في قدر من يعني التعنت في أو في تفسير الأحداث.
نحن ينبغي أن نبتعد عن ما يمكن أن نسميه التفسير الرغائبي للأحداث، يعني أنا يعني أو التفسير الفصائلي، المناكفات السياسية الذي يجري الآن ببساطة يمكن حله، وهذا هو الصحيح، أن يكون هناك وحدة وطنية، أن يتجاوز الناس هذا الانقسام، أن يتم الاتفاق على برنامج يعني فلسطيني واحد، برنامج يقوم على المقاومة، عندها يعني سيكون الصف الفلسطيني أقوى بكثير مما هو عليه الآن. أسئلة أخرى من الطرف، تفضل. مرحبا، ما هو تأثير تأجيل المصالحات بين فتح وحماس في الحال بادرت حماس لمفاوضات غير مباشرة منفردة مع الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني كيف حيأثر يعني تأثر المفاوضات غير المباشرة على مسار المصالحة؟ ما حيكون في مصالحة. أنا بجاوبك، تفضل. هو كل يوم إضافي لا يتم فيه الوصول إلى توافق فلسطيني ولا مصالحة فلسطينية هو يعطي مزيد من الوقت لإسرائيل لتطبيق تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن، ولمزيد من الاستيطان ومزيد من التهويد ومزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة معاناة إنسانية أو في الضفة الغربية بمزيد من الحصار الإسرائيلي. كيف حيكون تأثيرها على المصالحة؟ ما حيكون مصالحة، ولكن هو المصالحة أصلاً. يعني أنا أعتقد أنه هذه الهدنة يعني ما حتأثر على المصالحة، لأنه المصالحة لازم صارت قبل 10 سنين، قبل 5 سنين، فلذلك السلطة الفلسطينية بتلاقي سبب أنها ظلت حاصر الشعب الفلسطيني في غزة. ولكن إذا أنتوا لاحظتوا قبل 6 أشهر محمود عباس لما أحكوا معه عن الوضع في غزة، يعني لو هو كان قاعد على الطاولة شخصيا لكان طلب من حماس الهدنة، أنه ممنوع تسوي هيك وممنوع تسوي هيك، شروطات المصالحة. يعني هذا الوضع السياسي تبعنا بضحك كثير. المفروض انه ما يكون، لازم نفقد نفسنا، نبدا من المصالحة بيتنا قبل ما نيجي. المفروض نبدا بالمصالحة، لكن اذا المصالحة متعطلة فحيتصير في مسارين، لازم تمشي بمسارين. انت بتعمل اتفاق للتهدئة تحلحل الوضع في قطاع غزة، بنفس الوقت دولتين فلسطينيات، دولة في غزة، انت مش عارف دولة في الضفة. أعتقد أن يعني موضوع المصالحة كما تفضل الأخوة هي معطلة، وأعتقد أن تعطل المصالحة هو متعلق أنه طرفين حماس والسلطة الفلسطينية عندها أجندات مختلفة وعندها رؤى مختلفة للقضية الفلسطينية، وهذه هو السبب، أعتقد هو السبب الرئيسي في تعطل المصالحة، ولا يعني لا يبدو أن هناك في الأفق أن هذه المصالحة سوف يتم إنجازها في أي وقت قريب. بالتالي المفاوضات يعني لو نرجع بين غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، هي في الحقيقة يعني حدث في التاريخ أن هناك أعداء وهم يتفاوضون بطرق غير مباشرة أحيانا بسبب أشياء حياتية. يعني هذه ليست مفاوضات كما ذكر الأخوة بالمعنى التقليدي، أنها مفاوضات سياسية للوصول إلى حل سياسي مصيري، هذه مفاوضات مرحلية لكي تساعد الناس، أو تكتيكات حتى أكثر منها مفاوضات لكي تساعد الناس على التخلص من المشكلة التي هم فيها في قطاع غزة. وبالتالي أن يعني ولكن بالنسبة لموضوع المصالحة، هو أنا أعتقد لن يكون هناك مصالحة في أي وقت قريب، وتحتاج يعني إلى مفاوضات مع إسرائيل ولا حتى يعني بحاجة إلى قيادات وبحاجة إلى حتى قوة أخرى. نية شريفة، نية وطنية بدون مصالح. المصالحة ما بدأتش بعد التهدئة، المصالحة بادية من 2011، إحنا لليوم معطلة بسبب وعدم وجود توافق فلسطيني. يعني ليس صحيحا أنه اتفاق التهدئة وذهاب حماس وغيرها في ليس مسار التوافق، يعني هناك فوضى التوافق طلبات والحكومه، لكن ايضا تركيبات اسرع مما حيصير مصالحه فلسطينيه. يعني للاسف الشديد واحنا قضيتنا قضيه صعبه يعني جدا، القدس بنخسر فيها كل صحيح يوم صحيح. تهويد القدس يعني الحقيقه هنا صح. نحن لا يخفى على احد المشهد الفلسطيني معقد جدا ومهترئ، وانا اعتقد كل المنظومه الفلسطينيه سواء كانت منظمه التحرير، سلطه فلسطينيه، حتى فصائل، أعتقد أنه لا توجد لديهم أي أفق أو رؤية، ولم يدركوا الواقع اللي هم فيه. أنا أعتقد أنه الاحتلال الإسرائيلي يعني لديه رؤية شاملة لوضعنا وتشخيص حالتنا الفلسطينية، وإحنا ما عندناش أي خطة من ولا قدرتنا على تشخيص ولا ثاني ولا ثالث. سؤال من الجمهور، تفضل. يعطيكم العافية، اسمي عماد. سؤالي هو فيما يتعلق بالاتهامات اللي سمعناها من قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس بخصوص بقيام السلطة الفلسطينية بعرقلة المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الصهيوني.
ما الذي يقلق السلطة الفلسطينية في هذا الأمر؟ هذا هو السؤال. شكرا لك. يعني أنا أنا أود أن أعلق في هذه الناحية. نحن متفاهمين لحالة النكافة متواجدة سواء بين السلطة الفلسطينية أو الفصائل التي يعني تحكم في غزة أو لديها السيطرة. في الحقيقة يعني أنا سمعت هذا من مسؤولين عدة إنه السلطة الفلسطينية هي من تعرقل اللي هي الهدنة بين إسرائيل وحماس. أنا أعتقد لو الاحتلال الإسرائيلي معني بالتوقيع في هدنة مع حماس وفقا لمصالح حماس أو القضية الفلسطينية بشكل عام لن يستطيع أن يأخذ، أو لو هو معني في هذه في التوقيع هذه الهدنة غير معني الرجوع للسلطة الفلسطينية، وهو يعني باعتراف المسؤولين في السلطة الفلسطينية سابقا بأنه وزير جيش الاحتلال هو الرئيس الفعلي للشعب الفلسطيني، وبالتالي هو الحاكم العسكري، فهو ليست لديه يعني أن يطلب الإذن من أبو مازن أو من السلطة الفلسطينية أن تعطيه إذن أن يوافق على الهدنة ولا لا، ويقرر إذا أراد. وبالتالي هذا على الذي يقلق السلطة من موضوع التفاوض. باختصار شديد يقلق السلطة هو السلطة تريد استمرار في احتكار تمثيل الشعب الفلسطيني، هي تخشى أن تفقد هذا الاحتكار والشرعية، لأنه لا يمكن أن يكون اللي يقلق السلطة في التفاوض بين إسرائيل وحماس هو ضياع المشروع الوطني الفلسطيني أو سرقة القرن، لأنه السلطة نفسها تقوم بالتنسيق مع إسرائيل يوميا، والسلطة نفسها بتحاصر قطاع غزة، والسلطة نفسها بتعطل عملية المصالحة. إذن لا يمكن أن يكون مبرر السلطة للقلق من التفاوض بين إسرائيل وحماس هو مبرر وطني، لأنه هي السلطة الفلسطينية هي جزء من المشكلة، يعني هي اللي بتقوم بفرض الحصار. السؤال هو كان ما الذي تملكه السلطة؟ أنا أعتقد أن السلطة تملك شيء بين قوسين، تملك شيء مهم جدا وهو التنسيق الأمني. الطرف الإسرائيلي في بينه داخله في خلافات أنه هل فيما يتعلق بغزة هل من مصلحة إسرائيل أن يتم تجاوز السلطة الفلسطينية أم ربط كل شيء بالسلطة الفلسطينية؟ حسابات يعملوا حساباتهم، في عندهم حساباتهم، لكن الطرف الرؤية الأغلب هي أن السلطة الفلسطينية يعني شيء لا يمكن تعويضه بالنسبة لإسرائيل. السلطة الفلسطينية هي التي تقوم على الشرطة عندها، هي التي تقوم على توفير الأمن لإسرائيل، هي التي وبالتالي استراحت إسرائيل وليست هي المسؤولة عن يعني تحقيق الأمن في داخل الأراضي الفلسطينية وبالذات في الضفة الغربية، بالتالي هذه قضية لا تعوض. طب أستاذ محمد، بفهم من كلامك يعني أن السلطة هددت إسرائيل أنه نحن بوقف حنوقف التنسيق الأمني؟ على الأقل إذا صارت مفاوضات. نعم. لا، ما هي صايرة المفاوضات. الواحد بخاف أنه إحنا نصير عندنا حكومتين، أنه السلطة الفلسطينية بدهم دائما يكونوا قاعدين على الطاولة. ما بدهم أي إنسان، أنا بفهم، ولكن ورقة التنسيق الأمني يخاف إنه إذا حماس تفتح مفاوضات. أستاذ عبد الحليم، ورقة التنسيق الأمني أهم بكثير بالنسبة لإسرائيل يعني من وجود هذه القضية. هذا أنا بعتقد هذا تغير، لأنه ترامب لما بارك بالهدنة والمحادثات معناته صار الحسابات. أنا بدي أذكركم بحاجة، الحسابات تبعت إسرائيل إنه الجبهة على غزة صارت أهم. هو اللي طلع من الوقت الحالي قطاع غزة شارون، أكثر واحد يميني يعني. أبو مازن الآن يتوقف عن اللقاءات مع نتنياهو، وهذا أمر جيد، لكن أبو مازن نفسه قال أنه لقاءاته مع مسؤول الموساد لم تتوقف لحظة، والتنسيق الأمني لم يتوقف. وأنا بقول أكثر من هيك، هناك في منظمة التحرير جسم خاص معني بالتواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وهو دائم اللقاءات مع المجتمع الإسرائيلي، حتى أقصى اليمين الإسرائيلي تتواصل معه السلطة الفلسطينية. وهنا المفارقة العجيبة، إنه إذا كان هناك في السلطة الفلسطينية من يتواصل بشكل دائم مع أقصى اليمين الإسرائيلي وغير قادر على أن يتواصل مع الشعب الفلسطيني نفسه، أنا أتمنى أن تعمل الخطأ الثاني، لأنه هذه الهدنة، أنت لما تعمل هدنة معناته أنت بتحكي في موضوع عسكري، موضوع عسكري بده يصير جنرالات وإيه، فبده يصير ترتيبات مع الجهة العسكرية في حماس، فبيخاف الواحد إنه هذه المحادثات مدخل تكون بداية. أنا بتمنى لا. هذا الكلام غير وارد أولاً، وأنا أقول أن إسرائيل لن تسمح. في النهاية إسرائيل في عندها هدف كبير، وهو إنه قطاع غزة هذا المدجج بالسلاح يجب أن يعني يسحب منه السلاح.
هذه قضية أساسية، ولذلك أنا بقول إنه أهل غزة صحيح بيعانوا، لكن يعني هؤلاء يكفيهم فخر إنه أنهم إلى الآن هم الذين يناضلون، هم الذين يقاتلون، وهم الذين يدفعون الثمن. وبالمناسبة كل شعوب العالم عندما وقعت تحت الاحتلال كانت تدفع الثمن، كانت تقاوم وكانت تدفع الثمن، كانت تقاوم موحدة تحت رؤية واحدة. المشكلة يعني نحن الآن نعاني من انقسام، المشكلة الكبرى هي الانقسام، ولا يوجد رؤية وطنية مشتركة على برنامج واحد الآن. صحيح. حتى لا نستطيع أن نستفتي في هذا الواقع الشارع، يعني لا في غزة نستطيع أن نستفتي الشارع ولا في الضفة ولا في الخارج. لكن يعني أنه يعني كما تفضل الأخوة هناك اتفاق كبير، يعني بيننا على فكرة ليس هناك خلافات في الحقيقة، هناك تفاصيل صغيرة يعني، ولكن في الواقع نحن متفقين أن حماس أو في غزة هي الجبهة الوحيدة أو الجبهة يعني الأقوى والأصح في هذا الوقت، أنها هي المقاومة، وأن السلطة الفلسطينية هي في حالة فساد مستشري منذ وقت طويل، ولا يهمها سوى يعني المحافظة على مراكزها، على مركزها التاريخي، ولكن المركز الذي هي يعني انتهكته وانتهكت حقوق الشعب الفلسطيني من خلاله. فهناك اتفاق كبير بيننا يعني على التفاصيل، وأعتقد أن التخوف من أن حماس سوف تأخذ منحة نفس الغلطة اللي عملتها السلطة الفلسطينية، أعتقد أن هذا التخوف يعني ربما يعني كما ذكر من الضغوطات الخارجية، لكن محتمل من إيران، لكن من قطر، لكن اقتصاديا يعني اجتماعيا أنه ما يعملوا نفس الغلطة، لكن هذا الله يرحمه أبو عمار عملها. لكن هذا ممكن، هذا ممكن، هذا يعني هذا لا أعتقد أنه ممكن، لأنه القاعدة الجماهيرية لحماس والفكر حماس والقاعدة العسكرية يعني ليست في موقع أو في مكان يخولها أن تخوض تجربة منظمة التحرير، وخصوصا بعد التجربة المريرة والواضحة لحماس. أنا أعود لتصريحات أبو مرزوق. أستاذ محمد، سألتك عنها، ما المقصود منها؟ هل هي بس محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية؟ ممكن نضعها في هذا الإطار، أم بالفعل ممكن يكون في توجه إلى مفاوضات مباشرة، حتى لو أنه طبعا المسؤولين بحماس رفضوا هذا الموضوع؟ تصريحات الدكتور موسى كانت في عام 2014 بعد الحرب مباشرة، وإن كان يعني رأيتها أنا من أعاد صحيح، بعدها مرة أخرى من فترة قصيرة، وأنا اتصلت فيه وسألته، ويعني من خلال الصورة واضح أنه كانت في داخل غزة، وقال أنه هذه كانت في عام 2014. يعني في جهة قصدت أنه ترجع تنشرها، لكن الفكرة الأساسية لماذا في ذلك الوقت؟ أنا أعتقد أنه كانت هي رسالة يعني حماس من حيث المبدأ ترفض رفضا مطلقا موضوع المفاوضات المباشرة. وأنا يعني أقول لكم حسب معلوماتي لأنه انتحار سياسي، عدد هائل من المبعوثين يأتون من كل مكان يطلبون من حماس مفاوضات سرية وغير مباشرة، وحماس ترفض رفضا تاما، وهي تدرك أن إسرائيل تريد أن تلعب على خلافات الفلسطينية للحصول على مزيد من التنازلات. لأي مدى دكتور عاطف إسرائيل معنية بالمضي في هذه المفاوضات؟ أعتقد أنه اتفاق التهدئة يعني هو مصلحة، في منه مصلحة إسرائيلية، ولكن في داخل إسرائيل هناك اختلاف في الرأي. مثلا بالأمس كان هناك مقال لجنرال إسرائيلي كبير في الواشنطن بوست يتحدث أنه ليس هناك حل في غزة، سوى هناك حلين، أنه حماس إما رئيس السابق للدراسات الأمنية في وزارة الدفاع، إما أنه حماس يعني تدخل في مفاوضات وتسلم وتصبح مثل السلطة الفلسطينية، أو إما أن يكون هناك تحالف دولي ضد حماس وتعامل معاملته كأنها داعش. وهذه هي الرواية الأخطر التي تروجها إسرائيل في الغرب، يعني دائما في وسائل الإعلام الغربية يتحدثون عن حماس وكأنها شيطان، يعني وكأن شيء مثل داعش، وهذا يعني طبعا نحن نعرف أن هذا خطأ وهذا إجرامي، وهذا يعني حماس هي حركة تحرر وطني فلسطيني ولها أيديولوجيتها الخاصة، ولكنها جزء من نسيج الشعب الفلسطيني، وهي عندها حق مشروع في المقاومة ضد احتلال طبقا للقوانين الدولية. طبعا طبيعة المقاومة ووسائل المقاومة قد نختلف عليها، ولكن هذه الخطوط العريضة مقبولة. فإسرائيل في داخلها هناك تخوف، ونتنياهو يعني من يقرأ سيرة نتنياهو، هذا الرجل لا يعرف سوى الضغوط والقوة، هذا لا يعرف الهدنة. وهناك يبدو أن ما ذكرته أن الجبهة الجنوبية هناك في ضغط نفسي، هناك ضغط اقتصادي ومن الطائرات الورقية، هذه تجبره
على المحاولة إلى الوصول إلى تهدئة. جثامين الضباط الإسرائيليين. بالضبط، وهذه شيء. جثامين الضباط الإسرائيليين يوميا يتظاهروا أهالي. بالضبط. ولكن هناك يعني هناك توجه في داخل المؤسسة العسكرية أنه وهذا أيضا تساعدهم في الولايات المتحدة الأمريكية. نقطة مهمة أنه تريد إسرائيل تريد أن تصبح حماس مثل السلطة الفلسطينية، وهذا هو الخطير في الموضوع يعني كما كنا عم نناقش. وهذا لن وهم يدركون أن هذا لن يحدث. بالتالي الخط البديل هو معاملة حماس، أو هم طبعا يعاملوا أي هم يعتبرونها كحركة إرهابية، ولكن ليس فقط الغرب يشتري، ولكن يريدون من الغرب أن يساعدهم في التخلص من حركة، وهذا طبعا لن يحدث. فهناك معضلة في داخل. شكرا جزيلا لكم، انتهى الوقت. شكرا مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.